السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، لما نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو يمكن 50% من الشباب والشابات ومن الرجال والنساء يعانوا منه، لأنه الثقافة في الزواج. شحال من إنسانة جميلة مثقفة، صاحبة خلق، صاحبة دين، صاحبة مروءة، صاحبة يعني كما تنقولوا بالمغربية ما فيها ما يتعيب، مسكينة مربوطة عن الزواج، إما تيجي الخاطب ويرجع، وإما تيجي الخاطب وهي ما تتبغيش، وإما تيقع المشاكل وكل شيء تيرجع للزيرو. ولكن من الشباب ومن الرجال، من الذي شقة، منزل، عمل، سيارة، يعني بيخر على خير كل متطلبات الحياة باش غيتزوج، ولكن والو، ما حامل الزواج ولا شي حاجة تدير لي العرقلة في الطريق. اعلم أخي أختي أن المشعوذين والمشعوذات، الظالمين والظالمات، باش يخدموا هذا العمل اللي يخليكم نتوما تأخروا للزواج، تيخدموا ب 10,000 درهم، يخدموا 20,000 درهم باش يخدموا، تيخدموا بواحد المادة دايرة 8 درهم أو 9 درهم بالعملة المغربية، دولار أو أورو بالعملة الأجنبية، تيخدموا في هاد المريادة. اعلم أخي أختي أن أي ثقاف تدور في الأرض تتخدم بهاد المريادة، تتشد الصويرة ديالك تدير هنا، تتكتبوا شي مسائل لا يمكن أن أبوح بهذه المسائل رغم أنها في رأسي، ولكن أنا تعلمت كما أقول في فيديوهات السابقين من أجل إنقاذ الناس، ليس من أجل مضرة الناس. تقول معرفة خطة العدو خير نصف هزيمته. تديروا التصويرة ديالكم هنا، حدوم الصور ديالكم، تديروا الصور ديالكم هنا، تكتبوا شي مسائل، تبقى يقرأ عليهم داخل الفقير وديك المشعوذة، تدخل المري تيتسد، تيتسد المري هكا، تيطم تطم هذيك المشعوذة أو ديك الزبونة صاحبة العمل في الماري وعندها، ولا تطمو في تراب ولا تطمو في شي أرض، ما حد داك المري مسدود وانت متقف على الزواج، إلا إذا تلاقيت مع شي شيخ، يعني شيخ أقول شيخ وأؤكد على كلمة شيخ بمعنى الكلمة، يعني شيخ يعني دارس كل أمور العلاجية، فك الثقاف وفك التراجيم والشفاء الجريه، سيلان الدم ورجع للناس عن الجنون واخراج الجن في ظرف وجيز وكذا وكذا وكذا. دعونا من الشيوخ ومن من الرقاة، اصحاب المال، اصحاب البيع والشراء، وانا لا اعمم هنا، هناك في أضالة تتخذ من الرقاة من العلاج مصدر الغنى وللثراء الفاحش على حساب المرضى وعلى حساب المستضعفين. اللهم إن هذا من المنكر، لأننا نتخذ العلاج ونتخذ الرقية ونتخذ كل المسائل التي تصب في مصلحة الناس بيع وشراء، فاعلم أنهم الفئة الضالة، وفئة الضالة مصيرها معروف. هذا هو أخي أختي باش تخدم لكم الثقاف، ها هو مري تشدو انت تشوف فيها عندك عادي، دير 7 درهم و 8 درهم أو 5 درهم. وأي إنسان عنده المسألة هذه، يعني صاحب منزل، سيارة، مال، متطلبات الحياة، ميسر ماديا ولا يريد الزواج، فليتصل بي مرحبا بي. أنا لا أعدع الشهرة لنفسي، ولكن لدي مفتاح لكي أعالجه، لكما قرأ سلم تناكح وتناسلوا فإنه ظاهر كل أمم القيامة. لأن الإنسان المتزوج ليس الإنسان الأعزب، لأن حياة الأعزب حياة كلها ظلام، وليس كحياة المتزوج بيت فيه نور لزوجة وأولاد وبنات يدخلون عليك الفرحة والسرور. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي اليوتيوب في صفحتي في تيك توك من أجل إعمام الفائدة ومن أجل إنقاذ الناس ومن أجل الفضح السحرة والساحرات والظالمين.